الجامعات المصرية حالتها سيئة جدا السنوات الأخيرة، وبالذات السنتين أو الثلاثة الأخيرة شهدت أسوأ يعني مرحلة في تاريخ الجامعات المصرية. من ناحية الدولة بتحاول تتدخل سياسيا وأمنيا في كل شيء في الجامعة، من ناحية تانية المخصصات المالية للجامعات بتتناقص، الدولة بتحاول تدفع الجامعات لأنها تصرف تحصل على أكبر قدر من الأموال من مصادر أخرى، يعني معناها طبعا أنها تنهب الطلاب عشان تتخلى الدولة عن مسؤولياتها تجاه التعليم والبحث العلمي. زي مثلا أنه النهاردة جزء كبير من مرتبات أعضاء التدريس بيحال تدبير الموارد فيه إلى الصناديق الخاصة بالجامعات. الصناديق الخاصة بالجامعات بتيجي إزاي؟ من رسوم بيدفعوها الطلاب بالمخالفة للقانون، البرامج اللي بفلوس زي برنامج تجارة انجليزي او صيدلة انجليزي او هندسة ساعات معتمدة، او في كلية العلوم عندنا برضو برامج بفلوس. الخدمة التعليمية المقدمة سواء بفلوس او ببلاش لا ترقى لمستوى يستحق التعليم الجامعي، يستحق اسم التعليم الجامعي. اللي بيحصل واقعيا هو ان احنا بناخد فلوس من الطلبة وما بنقدم لهمش الخدمة المطلوبة.